أخبار اليوم. ساعة النقل قال لي الدكتور الأكرم مش هينفع نقله، وأنا ركبت معاه العربية وأنا مروحة، وهو المفروض توصليه وترجعيه، فهو مش عارفة الدكاترة بتيجي يقول كام كلمة في الوضع كده، غير لما تركبي تعرفي منه. صح. فقال لي بصي هي الحالة دي طبيعتها كذا كذا، زي ما قلت، بس ما ينفعش أبدا تحركيه النهاردة أبدا. قلت له طب أعمل إيه؟ قال لي افضلي متابعاني في التليفون كل يوم لغاية لما أقول لك أوكي. لو أوكي اقرب بقى حاجه اقصى حاجه نادر يركبها في الاسعاف 10 دقائق اللي هو الفرق ما بين الصدريه للسهله. هو المهم نقلوه، المهم رحت قعدت كل يوم اكلم الدكتور وديه الدكتور العنايه يقول لي لا ما ينفعش لغايه لما يوم السبت قال لي حالا جيبي الاسعاف بتاعت المستشفى. قال لك تعليلي عشان تمضي الاقرار. لا انا جبت الاقرار كده همضيه وانا في المستشفى نفسها. يعني بعد ما نقلوني جبت الاقرار؟ ايه لا انا بمضي. هو اول ما تخش المستشفى بيمدوك على اقرار. اول ما تخش المستشفى بيمدوك على اقرار. جبت الاسعاف وجيت لك جايين بست دكاتره اسعاف، الاسعاف مجهزه كانها عنايه مستشفى. وبعديها رحت جبت ست دكاتره قعدوا ساعتين ونص يجهزوا في نادر، يجيبوا انابيب من انابيب لا دي المهم لغايه لما بسم الله ما شاء الله عليه ربنا عليهم ربنا كرمهم طبعا. ساعتين ونص بيجهزوه وسبع دقايق نقل. سبع دقايق دول مروا عليا سبع سنين. سبع دقايق لان انا ماضيه خطوره نقل. طبعا على مسؤوليتي كل اهل ورابطين الا حد واحد. رحت من اتصل مين هو؟ ايمن بهجت قمر. اتصلت بيه قلت له انا دلوقتي هم كلهم رافضي وانا باخد رايك. قال لي اتكلي على الله طالما فيها ان الدكتور قال لي ده احسن من ده. قمر انا خاله يبقى نسمع كلام الدكتور. قلت له ماشي يا عم ربنا يكرمك. وقفلت بقى ونقلته. جا هنا عمل الدكتور دخل له الساعه 11 ونص، جه الساعه 5 الدكتور طلع لي. شوف بقى قد ايه من 11 ل 5 هو دكاتره. لقيته طالع يقول لي بصي يا مدام وقت ثلاث حاجات عايز اقول لك عليها. اول حاجه اديني وقتي، موضوع علاج نادر مش بياخد مش بسرعه هو يتفقد تستعجل انا مش واول حاجه تانية عشان ده اكل عيش وصوته لازم اعمل له شق حنجري. لازم اشيل الخرطوم ده فتح لي عشان الاحبال الصوتيه طبيعتها تتقفل بعد 15 يوم. هو بقى له 10 ايام والاحبال الصوتيه طبيعتها بعد 15 يوم تتقفل. بيحصل انا هتصل بيه بس ماشي. تتقفل بعد 15 يوم بتتقفل على الخرطوم لما يجي يطلع ماسكه في الخرطوم. قال لي اي حد طبيعي ما كنتش هفكر اعمل له العمليه دي، بس ده اكل عيشه ما ينفعش نعملها. الحمد لله. كان هو جاي من المستشفى الثانيه عنده جلطه في الجنين. قالوا لي لازم يتعمل له حاجه اسمها فلتر هنا دي بتحدد مكان الجلطه عشان هو عنده التهاب. الفلتر لما تسحبوا الفلتر تسحب الجلطه كل ده مره واحده. لا هو داخل بيه سخونيه. طب الحاله اللي جت اسمه ورد ايه الحاله بالظبط؟ كان ايه برد. هل برد ادى لكل النتائج دي ولا البرد والسخونيه ديت؟ انا سالت الدكتور هل ممكن يكون في تدخين مؤثر في كده؟ قال لي نهائي. لان فعلا كتير من الصحف او المواقع تداول خمس سنين هو اللي عمل لراجل عجوز ممكن تيجي لطفل خمس سنين طفل هيشرب سجاير وهو كان هيشرب اي حاجه اللي جاله في الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى. لا هو من الناس اللي جات له من الناس اللي نجوا برده لان الحاله بتاعت نادر 5% بينجوا منها. عشان كده مفيش دكتور جبته ولا كلمته بره مصر الا لما قال لي طبيعه الحاله تتدهور. طبيعه الحاله تتدهور مفيش حتى كلمه ان يعني لا هو مش مفيش امل. افهمي بقى انت لما حد يقول لك طبيعه الحاله تتدهور ومش دكتور يا ريت دكتور واحد يعني كونسلت ده جابت كتير. ما بقول لحضرتك لو التقرير واحد بيبقى وناس من بره كلموها كلمتهم دكاتره من بره من امريكا ومن ابو ظبي. الدكتور اكرم دوت اسبوع في امريكا واسبوع هنا. هو علي ده عشان حظ نادر بسم الله ما شاء الله ربنا بعت لي ملاك. انا مسميه على الموبايل ملاك. بص والله يا جماعه طب هيتقال كده ولا لا؟ انا كنت في نفس اللحظه بقول ببقي يا مدبر الامور دبرني امري. مفيش حاجه ولا قوه مفيش في ايدي اي حاجه اعملها. الله يخليك اعصابك يا منور في الفتره دي وانت لوحدك حاجات تانيه فين الاعصاب بقى؟ غير المهاجمه بقى اللي هي فيها من اللي مني. يعني انت كمان في عليكي ضغوطات. رافضين كل حاجه. انت عايز موتيه. وانا عايزه الدكتور بيقول الدكتور قال لي كده في مخاطر دماغ بس وجوده في المكان اللي هو فيه ده اللي مميت.
يعني جازفي وتحاولي محاوله انقاذ بدل ما تسيبي وانت يبقى في محاوله عملتيها تمام واختاري بقى. فطبعا اخترت بس على اعصاب اعصابي يعني. انا طول وقت نقل نادر كنت قاعده مش في العربيه في دواسه العربيه قاعده عامله كده مش عارفه ولغايه لما طلع معرض في لحظه لغايه لما طلع السبع دقايق ما طلعش على العنايه طلع على الاشعه في ال11 وبعد كده نزل تاني التاسع العنايه وانا كل ده في العربيه وكل وبقى مش قادره. طلعت لما عرفت ان هو على السرير في العنايه والحاله مستقره زي نفس وضع اللي هناك الاستقرار بتاع اللي هناك. ابتدينا بقى الرحله بقى بدا الدكتور قال لي كذا نعمل كذا وكذا وكذا وقعد اربع ايام ما يقوليش اي حاجه. انا كل يوم بقى واقف على باب العنايه بيدعوا له يا رب ادعي يا رب قول يا رب اربع ايام لغايه اليوم الخامس لقيته بيقول لي اقدر اقول لك 20%. بدات الحاله بقى الحمد لله استرد نفسي. بعديها باربع ايام لقيته بيقول لي انا واقفه على السلم ما كنتش لسه عارفه ان هو اصلا دخل شاف نادي. قال لي يا مدام ورد قلت له ايه؟ قال لي 50 60% يا نهار ابيض يا كده بقى نعمه ربنا وال 20% نعمه. يوم عيد جوازي يوم 12/2 وعيد ميلادي اللي هو برضه تعبان يعني لقيت الدكتور بيقول لي ربنا بقى بيهديني والله بيقول لي ادخلي شوفيه هو خلاص بقى فتح عيني بقى